بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله باسط النعم دافع النقم، نحمده حمد الشاكرين ونسأله من فضله العظيم، فهو الغني الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل للحق أنصارا وأعوانا يلتمسون البر ويدعون إلى الخير وينشرون الفضيلة ويئيدون الرذيلة، فبهم تستقيم أحوال المجتمعات. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، حيث يعقد هذا اللقاء الطيب المبارك في ختام فعاليات الأسبوع الثقافي والذي تعقده وزارة الأوقاف بعنوان ضوابط مواقع التواصل الاجتماعي. هذه اللقاءات إخوة الإيمان برعاية مباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هذه اللقاءات الطيبة التي جابت وتجوب أرجاء مصر من خلال بيوت الله العامرة، بيوت الله التي أصبحت بفضل هذا الجهد الرائع والمبذول والحرص من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على أن يقوم المسجد بدوره الفاعل والمؤثر من خلال عقد مثل هذه اللقاءات المثمرة التي ساهمت وتساهم بشكل كبير وفعال في بناء الوعي والفهم الصحيح. وهذا واضح جلي إخوة الإيمان من خلال الموضوعات التي يتم طرحها والحديث فيها من خلال نخبة من العلماء. وموضوعنا اليوم في هذا اللقاء الطيب المبارك ضمن ختام فعاليات الأسبوع والملتقى الثقافي موضوع يمس واقعنا وحاضرنا، وهو ضوابط مواقع التواصل التي هي بين أيدينا. الحضور الكرام، لقد كانت الدعوة إلى الخير أو إلى الشر محصورة في وسائل محدودة لا تبلغ كل الناس ولا أكثرهم، ولا تتخطى حدود المكان الذي يدعو فيه صاحبه، وليس لها من الجاذبية في العرض ولا السرعة في الوصول، كما هو واقع الناس اليوم حينما أصبح تناقل الخبر في أجهزة بحجم الكف تحمل في الجيب، فلا تتعطل وسيلة البلاغ ولا تفارق صاحبها في سفر ولا حضر ولا في ساعة من ليل أو نهار، فهي ملازمة له، وفي أقل من لحظة يرسل ما يريد فيراه في لحظة مئات أو ألوف أو ملايين، سواء كان كتابة أم صوتا أم صورة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الحضور الكرام، يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك قارئا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ كامل الناقة. ومعنا متحدثا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية، الحاصل على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في خدمة الدعوة والفقه الإسلامي. ومعنا أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. إخوة الإيمان، يحضر هذا اللقاء الطيب المبارك قيادات وزارة الأوقاف، الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، الدكتور منتصف محمود
مدير الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، الشيخ مصطفى علي مبارك مفتش بإدارة جنوب القاهرة، الشيخ علاء الدين سليمان مفتش بإدارة جنوب القاهرة، والشيخ أبو بكر أحمد عبد العال مفتش بإدارة جنوب القاهرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء الطيب المبارك لقاء خير وبركة. خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء انظروا ماذا في السماوات
الذين خلوا من قبلهم
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم قل يا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الفاتحة. صاحبة هذا المقام وجميع ألا إنه التنزيل والذكر والهدى، فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا وأمتعنا فضيلة القارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني بهذه التلاوة القرآنية المباركة في مستهل هذا اللقاء، والذي يعقد في ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الذي يعقد تحت رعاية معالي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، تحت عنوان ضوابط مواقع التواصل. الحضور الكرام، ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فكما أنها وسيلة لتناقل العلوم والمعارف، فهي أيضا ربما تستخدم في ترويج الباطل ونشر الشائعات وتزييف الحق. لذلك كان لابد من التعامل مع هذه الوسائل بميزان الشر، حتى نجني فوائدها ونحذر ونتجنب شرورها وأثامها. الحضور الكرام، نرجو حسن الاستماع والإنصات. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنحن في مجلس علم وفي مجلس طاعة وفي مجلس ذكر، فنرجو حسن الاستماع والإنصات حتى يلقى هذا العمل القبول عند الله تبارك وتعالى، وحتى ننال الأجر والثواب من مثل هذه المجالس واللقاءات الطيبة. الآن نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. فموضوع الندوة مواقع التواصل الاجتماعي، المنصات اللي احنا بنستخدمها على الكمبيوتر والهاتف المحمول. لا شك أن الحياة ووجه الحياة تغير تغيرا كاملا على عهد ما كان عليه في السابق، وذلك بسبب الطفرة الحديثة والبرامج الكثيرة التي هي معنا الآن وموجودة على الهاتف المحمول. وأصبح البرنامج اليومي للإنسان مختلفا ومتغيرا على عهد ما كنا عليه. هذه المنصات أسهمت في التكوين الثقافي والفكري للأطفال والشباب، وهذا في غاية الخطورة. ولذلك
هذه القاعدة التي درسناها: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. إن كنت ناقلا للخبر هذا يقتضي ويشترط الصحة لهذا الخبر، أن يكون الخبر صحيحا، أن تتحرى الدقة وأن تتحرى الصدق قبل أن تنشر الخبر. وهذه المواقع خطورتها تكمن في سرعة التواصل. يعني أنت الآن في مصر بإمكانك أن تخاطب صديقك بأمريكا أو في أوروبا في لحظة. سرعة وصول المعلومة وسهولة وصول المعلومة، هذا مكمن الخطر. وأصبح كل من لديه منصة بإمكانه أن ينشر فكرة أو أن ينشر شائعة، أو بإمكانه أن يغير في الرأي العام، وهذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك المثل الياباني الذي يقول: أعطني شاشة أعطيك شعبا، هو يقصد التكوين الثقافي والفكري لعقلية الإنسان. فهذه المواقع هذه هي مزاياها: سرعة وصول المعلومة، سهولة تداول المعلومة في لحظة يسيرة. الحقيقة التربية الإعلامية، وهذه تعلمتها من أخي الدكتور أحمد سليمان، التربية الإعلامية السليمة، هذا المصطلح يحتاج إلى مراجعات. التربية الإعلامية السليمة، وخاصة مع أطفالنا، لأن أطفالنا اليوم تجرهم هذه المواقع إلى الألعاب الإلكترونية. الطفل يشاهد مشاهد اغتصاب، مشاهد قتل، مشاهد سرقة، هذه تؤثر في شخصية هذا الطفل. ربما يكون الطفل عدوانيا، وربما تجر هذه الألعاب إلى جرائم. فأنت بحاجة إلى مراقبة سلوك طفلك، وخاصة أن تبعده عن هذه الألعاب وعن هذا الهاتف المحمول. التربية الإعلامية لها جناحان: تربية المتلقي اللي هو احنا، انت بتشوف الخبر دلوقتي، اذا كان الخبر من مؤسسة رسمية تتعامل معه وتبدأ تنشر هذا الخبر، يبقى كل مؤسسة في الدولة او في الحكومات لها منصة رسمية لازم تتداول هذا الخبر من خلال هذه المنصات الرسمية. إذا لقيت خبر من مجهول أو من جريدة أو صحيفة أو مصدر أنت مش عارف مصدره إيه، اوعى تنشر الخبر، لأنك بذلك بتشارك في الفتنة وبتشارك في نشر الفوضى. فالتربية الإعلامية لها جناحان: الجناح الأول تربية المتلقي اللي هو إحنا، على الفلترة والفرز، تفرز المعلومة اللي جاية لك، تفرز الخبر اللي جاي لك. في اخبار كده بتشد وتبص تلاقي الخبر بينتشر بسرعه كلمح الايه البصر، لازم تفلتر هذه الاخبار ولازم تفرزها وتتجنب هذه الاخبار الكاذبه. الجناح الثاني تربيه المرسل على نشر المعلومه السليمه الصحيحه. مش كده بس، مش بس تبقى معلومة سريعة سليمة وصحيحة، لا، ونافعة، لأن في معلومات كتير سليمة وصحيحة، لكن المعلومة التي يحتاج إليها الناس في هذا الوقت اللي هو احنا تعلمناه في الأزهر الشريف واجب الوقت. الناس ممكن عايزة دلوقت تهدئة، رسالة طمأنينة، يبقى تنشر هذه المعلومة التي تبعث على بس روح الطمأنينة والأمان بين الناس اللي هو واجب الوقت. الابتعاد عن القضايا التي تتسبب في نشر الفوضى والشائعات والتفكك الأسري. بعض البسطات اللي انتشرت تسببت في التفكك الأسري وفي نشر وزيادة حالات الطلاق. وبعض برامج التيك توك وبرامج اللي بتيجي دي، والذين يصدرون الفتاوى الشاذة وغيرهم، تسببوا في انتشار وزيادة حالات الطلاق. يبقى احنا بحاجة إلى فلترة وفرز لهذه الأخبار التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضع تشريعات. ده بقى المؤسسات بتاعت الدولة لابد أن تضع تشريعات تمنع ازدراء الأديان وتجريم ازدراء الأديان. والحتة اللي احنا نبهنا عليها أهمية ربط الناس بالمؤسسات وبالمواقع الرسمية. في عندنا الإعلام المعادي، انت عندك إعلام إيجابي مثلا وبينشر سماحة الإسلام، في الناحية التانية إعلام معادي بينشر وبيعمل على الهدم، ينشر الأخبار الكاذبة وبينشر الفوضى وبيعمل على الهدم للبناء. لازم نتعامل بحذر مع الإعلام الإيه؟ المعادي. ودي من حروب الجيل الرابع وما بعد ذلك، اللي هي الحرب النفسية. إن أنا أهزمك نفسية، أخليك مش عارف تفكر، أخليك تفكر في حاجات وهمية. ودي منها خلقوا ما يسمى بالقدوة الوهمية، يقوم عامل لك على منصات التواصل الاجتماعي قدوة وهمية، يقوم الناس تسيب القدوة الحقيقية وتلجأ للقدوة الايه؟ الوهمية. ولو وصلنا للمرحلة دي يبقى عليه العوض منذ العوض. لازم ناخد بالنا من القدوة الوهمية المنتشرة. الإعلام المعادي إعلام برضو خطر، بيعمل ايه؟ بيستغل أعداء الوطن في الداخل والخارج عشان يكسرك، لأنه بيستهدف الهوية اللي هي الدين واللغة والوطن. وقبل والثقافة، وقبل الجلسة تكلم معايا الدكتور أحمد عن تفتيت اللغة من خلال هذه المواقع، وبالفعل بدأوا في هذه المرحلة فرانكو أراب. إذن هم بيستهدفوا الهوية من خلال الدين واللغة والوطن والثقافة. هناك ما يسمى بالأحمق المفيد، اللي هو منا لكن هو بينشر أخبار بتساعد على الفوضى وبتساعد على الفتنة من غير ما يعرف. هم بقى بيشتغلوا على الأحمق المفيد ده. ده بالنسبة لهم إيه؟ حاجة كبيرة. الأحمق المفيد اللي هو بيساعد على إيه؟ تنفيذ المخططات بتاعت الأعداء. عندنا برضو الإرهاب السيبراني. أنا لسه عارف المصطلح ده قبل الندوة من الدكتور أحمد. الإرهاب السيبراني اللي هو بيدخل على البنوك، يدخل على السيستم يدمر السيستم، يدخل على الجهات السيادية يدمر السيستم بتاعك. يبقى بيخترق مؤسسات الدولة وبيضربك في مقتل. التوصيات اللي احنا نوصي أنفسنا بها ونوصي الجهاد بها، أول حاجة إنشاء مرصد لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد إن ده موجود. وأقول حين تكون الحرية ضارة، اللي بيمارس الحرية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية، حين تكون الحرية ضارة يجب أن نلجأ إلى القانون وإلى التنظيم وإلى الرقابة. يبقى لازم يكون في رقابة وتنظيم لهذه المواقع. بعد كده المحظورات اللي احنا بنستخدمها من خلال الهاتف المحمول، وانا مش عايز اقولها كلها عشان ما خلص الكلام للدكتور احمد، ربنا يكرمك يا دكتور احمد، اللي هو تسجيل المكالمات. واحد بيكلمك تسجيل له المكالمة، ده عمل غير اخلاقي ويعاقب عليه القانون، وده خيانة، واشرت اليه ايضا في الخطبة. ايضا يبقى انت بتكلم واحد جنبك تقول له خد كلم فلان، ما ينفعش، ده اختراق للخصوصية. او فاتح الاسبيكر، كذلك رن التليفون اثناء الصلاة بيشوش علينا العبادة والخشوع في الصلاة، كذلك تكرار الاتصال. انت رنيت مرة على واحد، لو هو عايز يرد عليك هيرد. ففي بعض الناس يكرر الاتصال الى حد الاستفزاز والملل، لدرجة ان انت ممكن تعمل له حظ او انت ممكن تغلق الايه؟ الهاتف. الاتصال مساء في وقت متأخر، ده بيزعجنا. تطويل المكالمات، احنا خلاص في وقت احنا محتاجين فيه للوقت، صعب ان احنا نضيع دقيقة واحدة. الدعوة الالكترونية بقى اخر حاجة، دي اهتمت بها وزارة الاوقاف، وهذه الندوة التي نحن فيها الان هي ثمرة من ثمار الدعوة الالكترونية، ودي احنا التفتنا اليها متأخرة، لكن الحمد لله ان احنا ايه التفتنا الى الدعوة الالكترونية.
بصراحة وزارة الأوقاف لها دور مهم في الدعوة الإلكترونية من خلال نشر الخطب والدروس المقروءة والمسموعة والمرئية والمترجمة إلى لغات متعددة، وصفحات المساجد الكبرى وصفحات أئمة وزارة الأوقاف. في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب، وأن نستخدم هذه المواقع استخداما إيجابيا ينفعنا لا يضرنا. وخلي بالك، أمانة الكلمة قبل ما تنشر أي خبر أو تعلق على أي منشور تعليق سخيف، أنا على المستوى الشخصي بلاقي فيه بعض التعليقات السخيفة جدا بتزعلني. أنت معترض ما تشتمش، ما تجرحش الحد، ما تؤذيش المشاعر. في بعض ناس بيعلق تعليقات تؤذي المشاعر، وهذا ليس من الإيمان. لو عنده ذرة من الإيمان مش هيعمل كده، لأنه بيعمل كده وأنا مش شايفه، مستخفي متداري، وأحيانا باسم مستعار. فبلاش، بطل هذه العادة السيئة، وليس من أخلاق المسلمين إن هم يعملوا كده. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. ورضي اللهم عن سيدتنا صاحبة هذا المقام السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها. اللهم اجعلنا في جوارها واحشرنا مع جدها صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين. اقض حوائجنا وحوائج الناس أجمعين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يتناول موضوعا مهما يمس واقعنا وعاصرنا الذي نحياه، وهو ضوابط مواقع التواصل الاجتماعي. من المنن التي امتن الله عز وجل بها علينا في هذا العصر نعمة الإنترنت، وما يحمله من تقنيات عالية وبرامج متميزة في جانب التواصل والاتصالات مع الآخرين. فسبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. يجب التعامل مع هذه الوسائل بحرص وباستحضار مراقبة الله تبارك وتعالى. وهذا يأخذنا إلى قضية هامة، وهي قضية الوعي، وهي الشغل الشاغل لمعالي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. قضية الوعي، أن وسائل التواصل الاجتماعي ربما تكون سببا في تزييف الوعي، فليس كل ما يراه أو يبصره المرء يعيه، وليس كل ما يسمعه يعيه أيضا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. استمعنا الحضور الكرام إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعابدين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاءنا بالبينات والذكر الحكيم، وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله إمام المرسلين وقائد الغر الميامين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. فاللهم اجزه يا رب العالمين خير ما جزيت نبيا
عن نبوتك، وخير ما جزيت رسولا عن رسالته يا رب العالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران المزهران المثمران على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل وسلم وبارك على مبعوث العناية الإلهية، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية، خير الخلق عندك، خير الخلق عندك وأكرمهم لديك وأحبهم إليك، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي اصطفيته للرسالة وأيدته بالمعجزة وآتيته من جوامع الكلم ما طوى به غزير المعاني في اليسير من الألفاظ، فكانت سنته أبلغ بيان عرفته العربية بعد كتاب الله، وبهما هدى الله الضال وعلم الجاهل وأرشد الحائر. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم رضي عنا، قولوا امين. العالم كله بيقول امين. اللهم رضه عنا، اللهم رضه عنا، اللهم رضه عنا، وارض عنا برضاه عنا، ووضئنا بأخلاقه العظيمة، وحقق أمانينا بزيارته، وافتح لنا أبواب رؤيته ونيل شفاعته يا رب العالمين. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذا الجمع المبارك ومن هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك الذي أوقن أنه تحفه ملائكة الله وتتنزل عليه رحمات الله جل في علاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اذكرنا عندك يا رب العالمين. اللهم امين. في البداية ايها السادة، اسمحوا لي باسم جمهورية مصر العربية ان اتقدم من هذا المكان بخالص الشكر وعظيم التقدير الى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، راعي الوسطية والاعتدال والسلام، داعم الأئمة والعلماء في كل مكان، الذي أولى وزارة الأوقاف عناية كبيرة ودعما منقطع النظير، إيمانا من سيادته
لأن مصر هي الإسلام، مصر هي راعية الإسلام، مصر هي الأمن والسلام والاطمئنان، مصر هي الماضي والحاضر والمستقبل، مصر هي التاريخ وهي الجغرافيا، مصر هي كل خير. واسمحوا لي أيضا أن أشكر وزارة الأوقاف المصرية بقيادة الوزير النابع معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي قاد سفينة الوزارة بمنتهى الاقتدار، وأبدعت وزارة الأوقاف، أبدعت في التطوير، أبدعت في التطوير وفي التعمير وفي التنوير، والعالم كله، العالم الإسلامي أصبح الآن يشاهد مثل هذه اللقاءات التي تنقل عبر الوسائل المختلفة إلى شتى أنحاء العالم. وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية بدأوا يطبقوا مثل هذه التجربة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في حضراتكم جميعا، وأن يبارك في مصرنا، وأن يكثر فيها الخير يا رب العالمين. في البداية أيضا أشكر أخي وصديقي وزميلي العلامة الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور علالة الجمال. دكتور علالة الجمال أبلغ بالندوة قبل الندوة بدقائق، وعلى الرغم من ذلك فقد أدى أداء متميزا، أداء حكيما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في جهوده يا رب العالمين. كما أشكر أخي وزميلي وصديقي وبلدياتي الأستاذ محمد جمعة كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم. أشكر السادة العلماء الذين شرفونا ونورونا، وأشكر السادة الحضور الكرام الذين حضروا معنا هذا اللقاء. أيها السادة، لو قدر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيش بيننا الآن لركب الطائرة واستقل الباخرة، ولا أبدع في استخدام وسائل التواصل الحديثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم كل الوسائط وكل الوسائل التي أتيحت في عصره، وكأنه يعلمنا أن نتعاطى مع العصر بأدواته وآلياته. أيها السيدات والسادة، من عصور التواصل عبر الحمام الزاجل، فاكرين الحمام الزاجل؟ من عصور التواصل عبر الحمام الزاجل وعبر المنادي الذي كان يركب الآتان، الذي كان يركب الحمار وينادي في الناس، مروراً بالعصور المختلفة إلى أن وصلنا إلى هذا العصر الذي نعيش فيه الآن، عصر سطوة التواصل الشبكي أو التواصل الاجتماعي اللحظي عبر تكنولوجيا الاتصالات وآليات الإعلام الجديد. الإعلام هو السمة البارزة للعصر الذي نعيش فيه الآن، فقد قوي واشتدت وسائله وآلياته بصورة متسارعة جدا، حتى ظهر ما يعرف باسم الإعلام الجديد نيو ميديا. ومن رحم الإعلام الجديد ظهرت شبكات التواصل الشبكي أو شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي. أيها السيدات والسادة، أشبه ما تكون بمقهى موجود في قرية صغيرة يجتمع فيه الناس لتبادل المعلومات والأخبار. والفرق بين هذا وذاك أنك لا تستطيع أن تحمل المقهى في جيبك، أما التواصل الحديث فتستطيع أن تحمل الجوال في جيبك وتتواصل مع العالم كله بضغطة زر واحدة. هذا الجيل من وسائل التواصل الشبكي ولد في رحم العولمة وترعرع في كنفها، واشتدت سطوته بشكل كبير حيث يستطيع أن ينقل الحدث. يعني تخيلوا حضراتكم الآن، إحنا دلوقتي منقولين على صفحة وزارة الأوقاف عبر عليها حوالي 1,300,000 متابع. يعني هذا الموبايل الذي ينقل للعالم كأنه قناة فضائية، بل ربما يزيد. هذا هو التواصل الاجتماعي.
ينقل الحدث بصورة لحظية في نفس الوقت إلى شتى أنحاء العالم من دون خوف من عيون الرقيب الإعلامي أو مفتش الجمارك. وبرز الإعلام كقوة جبارة تؤثر تأثيرا مباشرا في المعرفة، في الوعي، في الاتجاهات، في الأحداث، في صناعة القرارات، في فرض الثقافات، في فرض الثقافات. وفي خضم هذا التطور الرهيب أيها السيدات والسادة، فقدت الدول السيطرة الكاملة على التصدي للبث الإعلامي والثقافي الأجنبي، ولم يعد بإمكان الدول كما كان في الماضي، لم يعد بإمكانها منع البث غير المرغوب فيه كما كان يحدث قديما. في انفتاح ثقافي رهيب، ويمكن فضيلة الدكتور على الله أشار إشارة سريعة إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن هذه الوسائل. خلي بالكم، الاعتداء على الهوية قديم 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 ومتجدد وجديد وسيظل. ومن ذلك أيها السيدات والسادة الاعتداء على اللغة العربية. الأعداء لهم ثلاثة أهداف محددة. الهدف الأول إبعاد اللغة العربية عن مسرح الحياة، اللغة العربية الفصحى. اثنين، إحلال اللغة العامية مكان اللغة العربية الفصحى. ثلاثة، كتابة اللغة العامية بالحرف اللاتيني. وواحدة واحدة مش هيبقى فيه الحرف العربي خالص، وبالتالي يحدث البعاد بين المسلمين وبين كتابهم المقدس. وللأسف الشديد يستخدمون هذه الوسائل من أجل تحقيق أهدافهم. وهتشوفوا الولاد، ولادنا الصغيرين والشباب كمان بيستخدموا حاجة اسمها الفرانكو أراب، وهي لغة يعني بتكتب بالحرف اللاتيني. فعلشان كده أنا بحيي وزارة الأوقاف التي أصبح فيها مصورون، وأصبح فيها مخرجون، وأصبح فيها مبدعون، وأصبح فيها إدارة كبيرة للدعوة الإلكترونية تقوم بواجب الوقت وواجب المرحلة. الإعلام الجديد أيها السيدات والسادة حدث عدة تحولات كبيرة صاحبت الإعلام الجديد. أول حاجة في هذه التداعيات أو في هذه التحولات إنهاء احتكار المؤسسات الإعلامية الكبرى للمعلومات وللمواد والقوالب الإعلامية. فمعظم هذه الأشياء أصبحت متاحة الآن. لو حضرتك عايز تشوف أي مقطع أي حاجة بتدخل على اليوتيوب وبتبحث وبتطلعه، كان زمان ما ينفعش. اثنين، ظهور طبقة جديدة من الأشخاص الذين يمارسون الإعلام من غير المتخصصين. أي واحد قاعد معاه موبايل يقدر يدخل على الفيسبوك أو على أي وسيلة من وسائل التواصل يقدر يكتب أي حاجة، وأنا كباحث أبحث يطلع لي هذه الأشياء وهي مكتوبة أي حاجة. فبالتالي اختلط الغث بالسمين. ثلاثة، ظهور منابر ومنصات ومطلات إعلامية جديدة للمناقشة وللحوار. ظهور إعلام الجمهور إلى الجمهور، كان زمان النخبة إلى الجمهور. ظهور مضامين ثقافية ومضامين لغوية وعادات وتقاليد غريبة غريبة جدا عن مجتمعاتنا وعن أخلاقنا وعن ثوابتنا وعن مقدساتنا. وشوفوا الولاد الشباب الصغيرين بيتكلموا ازاي، حاجات لم نألفها من قبل. نشوء ظاهرة المجتمع الافتراضي، كأن المجتمع الافتراضي ده في الفضاء الأزرق، في فضاء الإنترنت، سموه مجازا كده واسمه التواصل الشبكي. الاسم الصحيح ان احنا نقول مواقع التواصل الشبكي، فالناس سمت مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المجاز. اصبح للشباب عالمه الخاص. ابنك تلاقيه ماسك الموبايل وداخل مع اصحابه وداخل مش عارف مع مين وما تعرفش توصل له. الخطوره بقى هنا انحصار رقابه الوالدين على الاولاد،
وضعف تأثير الوالدين على الشباب، وهذه مشكلة المشاكل، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الندوة المباركة. سمات الإعلام الجديد سماته إيه؟ إيه الفرائد اللي بيتفرد بها؟ شكله عامل إزاي؟ أول حاجة التفاعلية. حضرتك زمان كنت تفتح القناة الأولى أو القناة الثانية وتسمع بالناس بيقولوا لك حاجات، فأنت حضرتك بتسمع تتلقى فقط، أما الآن فهناك التفاعل. فضلت الدكتور ينشر مقطع وأنا أبدأ أعلق عليه، وأنا أتصل بيه أكلمه، ندخل مع بعض الشات، فبالتالي في تفاعل. اثنين، اللا تزامنية. يعني إيه اللا تزامنية؟ يعني حضرتك كنا بنقعد نجتمع قدام نشر التسعة، حضراتكم فاكرين نشر التسعة؟ لا، دلوقتي النشرة لو اذاعت او اي حاجة لو اذاعت اقدر اجيبها. اللا تزامنية يعني مش لازم اسمع الحاجة في نفس الوقت، ممكن اسمعها في اي وقت، ممكن اشاهدها في اي وقت، احفظها وارجعها في اي وقت. المشاركة والانتشار. فضلت الدكتور يعمل مقطع يعجبني او مشيره، انا عندي على صفحتي اعداد كبيرة وناس تانية على صفحتي يشيروه، توصل المقطع اللي اتقال هنا في مسجد السيدة نفيسة 5 دقايق، ممكن في خلال ربع ساعة يكون شافوا 2-3 مليون. ده المشاركة والانتشار. وهنا أيها السيدات والسادة، أناشد السادة الدعاء، أناشد العمائم البيضاء، أناشد كتائب النور، أناشد السادة المعلمين، أناشد المجتمع بأسرع أن يتحرى في نشر المعلومة. أي معلومة، كنا زمان لو حد طلع خطب خطبة جمعة وقال حديث ضعيف أو قال معلومة غلط وعايز يصححها، فكان ممكن يجي في الجمعة اللي جاية ويقول يا جماعة أنا أخطأت في كذا، ومش عيب إن أنا أعتذر، ولكن العيب إن أنا أصر على الخطأ ولم أعتذر. هقول والله مع أنا صدر مني كذا، ولكن المعلومة دي غير صديقة وغير سليمة. أما الآن الكلمة عاملة زي الطلعة، لو خرجت من في حضرتك، من فم حضرتك، أو خرجت من تحت إيدك مكتوبة أو مرسومة أو بأي قالب من القوالب الإعلامية، خلاص انتهت، مش هتقدر تسيطر عليها. عشان كده وإحنا بندرب يعني زملائنا من السادة الدعاء بنقول لهم الكلمة أمانة 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 أمانة، لازم أنتقي الكلمة بشكل جميل وبشكل دقيق، ولازم أوثق معلوماتي. لو خدت سطر واحد من حد لازم أنسبه ليه، لأن السطر ده هو ملكه، وفي نفس الوقت لا أعتمد على توثيق الآخرين أو على تخريج الآخرين. بقرأ في كتاب أو في بحث أو في مقال وقال لي أخرجه مسلم، كلنا مسلمين، أخرجه مسلم، ممكن يكون أي مسلم، ولكن لازم أرجع للوثائق وكتب الحديث وأرجع للنص. ليه؟ لأن لو خرج من عندي خلاص ماليش سيطرة عليه، يبقى لازم أوثق وأنسب المعلومة لصاحبها، ولازم أراجعها، أراجع النحو والصرف والبلاغة والإملة وعلامات الترقيم. ليه؟ لأن أهل الباطل يبدعون في تزيين بضاعتهم، أما نحن فيجب علينا أن نكون أكثر من ذلك. لماذا؟ لأننا ننقل عن سيدنا رسول الله، وننقل عن الله طبعا أولا، وننقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقطة خطيرة أجدها من بعض السادة الدعاء، ألاقي واحد بيشير معلومات جياله ويشيرها. لا يا حبيبي، ده انت شيخ وعالم وباحث وامام ومدرس وفقيه ومحبوب، والحاجة لما تطلع من عندك وتروح للناس الناس هتاخدها ثقة. اوعى تشير حاجة الا لما تراجعها وتدققها. انا بتكلم عن اللغة علشان ارتقي بمستوى الناس، لما اقدم لهم معلومة منضبطة مراجعة مصححة مضبوطة بلغة رشيقة بلغة جميلة، أنا بساعده عشان أعلي في مستواه. أما الشيخ اللي يجيله معلومة عبر الواتساب ويقوم يشيرها يقول لك ورد ذكر الأرض في القرآن الكريم 300 مش عارف كم مرة، والسماء مش عارف كم مرة. جيت في مرة ببحث
عشان اشوف المعلم. لقيت المعلم كلها غلط، فاتصلت بيه قلت له يا فلان، قال لي نعم. قلت له ايه اللي انت بعته ده؟ انت رجعتها؟ قال لي لا. قلت له حرام عليك، ده انت لازم تدقق حاجه بتخرج من عند الشيخ فلان، الناس بتعمل لها، انت ما بتبعتها بتعمل لها مشروعيه، فلازم نساعد بعضنا علشان نواجه المخاطر الخطيره التي تواجه الاوطان وتواجه الاديان. الحركه والمرونه، وسائل التواصل دي من برضو من التحولات بتاعتها، سريعه وفيها مرونه وفيها حركه. الكونيه، منشورك ممكن في لحظه كده الكون كله يشوف. الانتباه والتركيز، الحفظ والتخزين، اي معلومه ممكن احفظها واخزنها واطلعها في الوقت المناسب. ضعف المحتوى، انا قلت لحضراتكم زمان، انا افتكر الاستاذ احمد سمير الله يرحمه المذيع كان بيقعد يحكي النشره، كان بيكتب النشره، جاله خبر مره بالانجليزي، فبيقول للمخرج اثناء احتلال الغزو الامريكي للعراق، فبيقول له او الاحتلال العراق للكويت تقريبا، فبيقول له عندك اخبار؟ بيتكلم المخرج، قال له عندي خبر بالانجليزي، قال له هاته، وقرا الخبر وترجمه على في نفس اللحظه. كان ناس كبيره تؤثر في الراي العام، اما الان كل من هب ودب بينشر ينشر ينشر ينشر، وهناك مواقع مشبوهه انشاها اعداء الوطن، تبحث تدخل تلاقي فيها احاديث ضعيفه واحاديث موضوعه وقصص وهميه و و و الى اخره. وزي ما قال فضيله الدكتور، معلوماتي لازم استقيها من المصادر الرسميه، المصادر والمواقع الرسميه لرئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء ووزاره الاوقاف، الوزارات المعنيه، الصحف الرسميه، ادخل على الصفحه الرسميه بياخدوا الشعار او اللوجو بتاع اي صحيفه ويحطوا صوره معالي الوزير ويحطوا تصريح. وانت لو ما عندكش تربيه اعلاميه ما عندكش وعي، ممكن تنشر 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 وحضرتك بتضلل الناس. اما لو عندك لو صفحتك لازم يكون لها نسب وصهر مع المؤسسات الرسميه علشان نحافظ على هذا البلد ونحافظ على الناس والشباب. البلد بيواجه حمله مستعره من اعداء الداخل والخارج علشان يعملوا زعزعه في البلد، ولكن مصر محفوظه بحفظ الله، محفوظه باولياء الله الصالحين. مواقع التواصل الاجتماعي تمثل فرصة للمجتمعات المسلمة أن تقدم نفسها للعالم من أجل نشر دعوة الخير للعالمين، خصوصا وأن أخطر ما يهدد الجماعات الإنسانية هو الشعور بالاكتفاء الذاتي فكريا والتقاعس عن عرض ما لديها لغيرها وعدم الرغبة في قراءة الآخر والتعرف عليه، وهو شعور جد مكلف. من أبرز فوائد وسائل التواصل أنها نافذة حرة على العالم، منبر للرأي والرأي الآخر، بتقرب الهوة الثقافية بين الشعوب، ممكن ان احنا نستغلها استغلال سليم. انا عايز اقول لحضراتكم زمان المستشرقين عملوا بعض الموضوعات يا فضيلة الدكتور علشان يقدروا من خلالها يطعنوا في الإسلام زمان، عشان يقدروا يوصلوا للأحاديث والآيات القرآنية. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تتحول هذه الأشياء إلى ما يفيد الإسلام والمسلمين، وبالتالي إحنا يمكن لنا أن نستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى الله عز وجل لنشر دعوة الخير للعالمين، وحتى يصبح صوت الإسلام جهيرا في كل مكان من أرض الله، خصوصا وأن من حق غير المسلم أن يتعرف على قدر مناسب من رسالة الإسلام التي جاء بها خير الأنام ومسك الختام عليه الصلاة والسلام. مواقع التواصل الاجتماعي أيضا أثرت المعرفة الإنسانية، ولكن زي ما قلت لحضراتكم معارف كثيرة جدا. احنا كنا زمان نقعد يومين اثنين عشان نخرج حديث، دلوقتي في ربع في 10 ثواني أستطيع أن أخرج الحديث بطرقه المختلفة، ولكن لازم أحتاط برضو فأنا بخرج. تبادل الأفكار، كسر الحواجز الجغرافية والزمانية والمكانية، تعليم اللغات، إيجاد ما يسمى بالمواطن الصحفي. سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، إدمان الدخول على هذه المواقع،
فقدان العلاقات الاجتماعية. تلاقي الواد قاعد في البيت كده والبنت قاعدة كده والطفل الصغير قاعد كده والزوج قاعدة كده والزوج قاعد كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التأثير على الحالة النفسية، وبيؤدي أيضا إلى ضعف مهارات التواصل بين الناس. الولد ليه العقل بتاعه ده يدخل بقى على ألعاب خطيرة كلها عمق، تجعل المألوفية، تجعل الشاب يألف مثل هذه الأعمال، عنف وضرب ورشاشات وطبنجات ومش عارف. الحاجة دي أصلا بتبقى غير مألوفة، من خلال هذه الألعاب تصبح مألوفة. تلاقي العيل تعبان، عنده تعب في جسمه، سهران طول الليل يا حرام، يجي يذاكر ما يعرفش منهك ومرهق. فقدان الاهتمام بالهوايات، ضعف العلاقات الأسرية، شيوع ثقافة الاستهلاك، وأيضا تراجع استخدام اللغة العربية الفصحى كما أشرت إلى حضراتكم. إضافة إلى يعني التغافل عن بعض الضوابط الاجتماعية. أخطر ما يبث على مواقع التواصل بث الإلحاد، بث الإباحية، هدم اللغة العربية. أيضا الإرهابيون يستخدمون مواقع التواصل من أجل التفجير. لذلك يجب على الدول أن تضيق الخناق المادي والشبكي على هؤلاء. مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي: غياب الرقابة، سهولة استخدامها في نشر الشائعات، ظهور لغة الفرانكو أراب، الافتتان بالحضارة الغربية واعتبارها النموذج الأمثل، إيجاد الدوافع لتطوير عقول الشباب. آخر حاجة أتكلم فيها سريعا ضوابط التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. أولا، وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى. لازم نعلم ولادنا وهم صغيرين يعظم الله ويعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، وتعظيم حرمات المسلمين. جيبش سيرة حد، ما خدش في أعراض حد، ابتعد عن الكذب وعن الفجور وعن الغيبة والنميمة ونشر شائعات، واحترم التخصصات والمسؤوليات. ولازم اضبط نفسي في الكتابة، ما اجي اكتب لازم اكتب كتابة موزونة، ورعاية حرمة ولاة الامور والستر على الناس، وتعليم الأطفال أخلاق التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والبعد عن الإضرار بالفرد والمجتمع، وشكر المنعم على إنعامه على هذه النعم، وإدراك مسؤولية الجوارح وأننا مسؤولون عنها يوم القيامة، وعدم نشر أخبار كاذبة أو أخبار من شأنها إحداث خلل أمني أو زعزعة الاستقرار، والحذر من أي تعليقات ساخرة. اي كلمة انت تعملها ساخرة عشان تضحك الناس ستسأل عنها يوم القيامة. عدم المبالغة في استخدام هذه المواقع، بنحدد ساعة او ساعة او ساعة ونص او ساعتين في اليوم على الاكثر. البعد عن الاسراف واهدار الاموال واتباع الموضة في شراء الهواتف الغالية جدا. لا، اياكم ان تجعلوا الله اهون الناظرين اليكم، وتذكروا دائما قول الله تعالى: الم يعلم بأن الله يرى. كونوا دعاة للخير، سفراء للإسلام، ابتعدوا عن التزوير والخداع، احترموا حقوق الملكية الفكرية وعدم السطو عليها، تفعيل خلق التسامح تجاه ما يصدر عن الآخرين من أخطاء أو إساءات، تعامل بأمانة مع الوثائق وأدينا أشرت إليها. يجب عليك احترام تعاليم الأديان جميعا، ونبتعد تماما عن أي إساءة للرموز أو الهيئات أو الدول، ونتجنب إرسال الرسائل بدون ضرورة للآخرين. هناك بصراحة ضوابط كثيرة. في النهاية أدعو إلى عدم إضاعة الوقت أمام هذه المواقع، وأن نستخدمها في الأمور النافعة كنشر معلومة مهمة أو حكمة مؤثرة. ولازم زي ما سيدنا قال تكون مفيدة. ممكن أنشر معلومة ولكن مش مفيدة، ملهاش لازمة، لازم تكون مفيدة. وفي نفس الوقت أنا لي أصدقاء كثيرين حول العالم، ببعت لهم رسائل على الواتساب ورسائل في شغل وفي مؤتمرات وندوات وأمور علمية، بيردوا عليا فضيلة الدكتور بعدها بيومين ثلاثة. فبعتب عليهم أقول لهم يعني إيه الحكاية؟ ده أنا بعت لك رسالة بقالي ثلاثة أيام. قال لي والله يا دكتور، أو يقولوا لي والله يا دكتور
احنا ما بندخلش على هذه البرامج الا 10 دقائق كل 3 4 ايام. ده في نظر من صنعوا هذه الاشياء، دول متفرغين لاعمالهم، اما احنا الموبايل في وشنا كده على طول. وفي النهايه ايها السيدات والساده، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك في بلادنا وان يكثر فيها الخير وان يجمعنا جميعا من هنا الى هناك الى قيد الرحمن جل وعلا، الى جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهكذا أيها الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الثرية من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك. والآن نصل بكم إلى ختام هذه الفقرات مع الابتهالات والمدائح النبوية، والتي نستمع إليها من المبتهل الشيخ كامل الناقة. نسمع الصلاة على سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مزداة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا اسمع الصلاة على الحبيب. سيدي يا رسول الله،
عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. سيدي يا رسول الله، الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، حاشا يضيع من اطمأن بها، وحاشاه يخيب. فمرج الله، فمرج الله في أمر عصي أو عصيب، فابدأ دعاء واختتم بالصلاة على الحبيب. اللهم مدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا الله. خالق ما علمتم أمره وهداكم بالعلم والإيمان وحباكم كل فضل فضله، وأمدكم بالحق والتبيان. فمحمد صلوا عليه، فمحمد يا Thank you.
رسول. فمحمد كل أمحمد من نعمائه حمدا يلي بخالق الأكوان. الله والله ما وهب الكريم والله ما وهب الكريم عطاءه كي تشغلوا بحداثة الأزمان. من شاء يخطو نحو طاعة ربه فهو السعيد بنعمة الرحمن. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى صلى الله على المختار صلى الله على المختار صلى الله عليك يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على المزمل صلى الله على المزمل صلى الله على المزمل صلى الله عليك يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على المدثر صلى الله على المدثر صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه صلى الله عليك يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على طه صلى الله على طه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الحضور الكرام لهذه الابتهالات والمدايح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ كامل الناقة نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي والذي عقد تحت عنوان ضوابط مواقع التواصل. في الختام تقبلوا تحيات محمد جمعة. السلام عليكم.